دخول قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي في مشروع السلام بدارفور منح قضايا الإقليم بعدا إيجابيا لتحقيق رغبات مواطني دارفور في ترسيخ مبادئ السلام على الأرض. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لكن ست فصائل مسلحة بمجهودات أخونا الفريق محمد حمدان نائب رئيس المجلس السيادي. إعلان سلطان دارفور عن توقيع 6 فصائل مسلحة بمنطقة جبل مرة وانضمامها إلى مسيرة السلام في دارفور يمثل خطوة متقدمة على طريق تحقيق السلام الشامل في الإقليم الذي ظل في حالة عدم استقرار منذ العام 2000، رغم الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق مع عدد من الحركات المسلحة في عدة عواصم عربية وأفريقية دون أن يكون لذلك أثر على واقع السلام والاستقرار، وهي مواقف مقروءة مع مجهودات مقدرة قامت بها السلطة الإقليمية مسنودة بدولة قطر التي ظلت أياديها سابغة على دارفور دعما لمسيرة السلام والاستقرار وإرساء لدعائم التنمية والإعمار. وندعو الحركة الشعبية لانضمام لرقب السلام فورا. دخول قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي في مشروع السلام بدارفور منطلقا من منصة تكليفه من قبل المجلس العسكري للتحاور مع حملة السلاح يعطي الخطوة بعدا إيجابيا في إمكانية تحقيق رغبة مواطني دارفور، فالرجل وبجانب معرفته ببواطن الأمور في دارفور يتمتع بعلاقات واسعة مع قادة الحركات المسلحة، وقد شرع بالفعل في الاتصال والتواصل مع بعضهم تمهيدا للدخول في مفاوضات مباشرة خلال 6 أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية. ويبقى لمجتمع دارفور دور متعاظم في دفع الهواء داخل أشرعة سفينة التفاوض لتنطلق بقوة نحو شواطئ السلام والاستقرار، وتبقى الكرة في ملعب الإدارة الأهلية التي يقودها سلطان دارفور أحمد حسين أيوب علي دينار لتحركها نحو الهدف الاستراتيجي المتمثل في إنجاز مشروع السلام ليمشي واقعا بين الناس، وعلى هياكل السلطة الانتقالية والمتمثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي أن تعمل على تمكين الإدارة الأهلية لتعود سيرتها الأولى بسطا لهيبة الدولة وفرضا لسيادة القانون، فدولة الحرية والسلام والعدالة القادمة ينبغي أن تتجاوز كل المطبات التي عرقلت طائرة السودان لتحلق في أجواء التنمية والنهضة والازدهار، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.